يسألونك عن الحدود، قل سأتيك منها بنبأ يقين عن رجال يرسمون نهاية الجيوش المملكة الكرتونية، وأن أصحابكم مع غرائب إعلام العدوان وعجائب محللي حول الحدود العصية كما يزعمون. حدود المملكة السعودية ليست جدارا قصيرا حتى يطاه هؤلاء الميليشيات. حدود المملكة السعودية عصية عليهم وعلى غيرهم. حدود المملكة السعودية خط أحمر لا يمكن المسس به. لا بأس عسيري، فالخط الأحمر الذي رسمته تلاشى، والحدود العصية لمملكتك ذلت وخنعت أمام جيش الحفاة من رجال الرجال، ونجران وجيزان وعسير باتت تستعد وتتجهز لاستقبال أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية. الجيش الذي بت عسيري تعرفهم وتؤمن بقدراتهم وقوتهم، والحدود التي تهذي عنها أمست ميادينا يصول فيها أبطال اليمن ويجولون بخطاهم الواثقة لنصر الله، يرسمون نهاية الجيش الكرتوني المذعور من الموت الزاحف نحوه. أكثر ما يزعج القوات السعودية المشتركة هو التحولات بالنسبة للطقس. مثلا قبل قليل نزلت أمطار على محافظة ظهران الجنوب، وبالأمس أيضا محاولة التسلل الواسعة من الحوثيين استغلوا فيها بعض الأتربة والغبار في جبل مخروق في نجران. إذا استمرت الأمطار مثلا هذه الليلة ستكون ليلة صعبة على القوات السعودية المشتركة ستكون ليلة صعبة على القوات السعودية المشتركة. هكذا إذن لا لوم عليكم ولا عتب، فالجيش السعودي لا يجيد اللعب إلا في الميادين العشبية الخالية من الصخور والأتربة، وما خسائره اليوم كما يقول مراسل العربية إلا بفعل الغبار والمطر القادم من اليمن. لما يكون المطر كثيف على المناطق الحدودية يستغلها الحوثي في التسلل ليلا، وفي النهار إذا كان هناك أتربة أو غبار شديد أيضا يستغله في التسلل. على كل عبد الرحمن، يعني عندما يكون الجو صحوا لا يستطيع الاقتراب. مع ضيفنا الاستراتيجي والعسكري. طبعا سنترك المجال لخبيرهم الاستراتيجي ليدلو بدلوه، فماذا في جعبتك اليوم يا مرعي؟ من الواضح يا أخي يوسف أن التحالف من الناحية العسكرية لم يوفق حتى الآن في كسر ظهر الميليشيات والانقلابيين من الناحية العسكرية التي تسمح بتركيعهم على طاولة المفاوضات. يتضح من خلال العمليات على الحدود، وهناك 13 شهيد، وهناك عمليات في بيحان 11 شهيد من أبنائنا من اليمن، قتل قائد المقاومة في لودمان. النقطة الأخرى أود أن أقول لأول مرة في مقابلة تلفزيونية عن معلومة قد لا تكون ذكرت في السابق، أقول ليس لنا خيار إلا أن تحرر صنعاء وتحرر كافة المحافظات وينزع السلاح إما بقوة عسكرية وإما طوعا. ولذلك نحن نقول إن لم نفعل ذلك يا سيدي الكريم، وأنا أقولها وبكل صراحة، قد نتحدث بعد شهور أو كم سنة عن محاولة لتحرير جيزان أو نجران أو أبها أو خميس مشيط، كلام خطير حديثك يا مرعي، ولن يطول انتظارك، فأبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية الذي تشكو جوره وصلابته وتبكي فشل تحالفكم في كسر شوكته، ها هو ذا يتجول بقراكم ومدنكم، ومفاجآته ها هي تصل إليكم تباعا، وما وصل إليكم سوى القليل، فترقبوا المزيد منها، والقادم أعظم.